لو حابب مصر وجاي تزور، أو حتى ما بين أهلها بتعيش، يبقى أنت أكيد شفت فيهم حنطور أو رحت قعدت على الكورنيش. وأكيد لو أنت رحت هناك هتشوف كمان عمك ريفو، راجل طيب بيحب الناس ويشوف العالم على كيف، لا يفاصل وياك في الأجرة، راضي بمشواره وبقليل، بتشوف في قلب الناس لبيا وتحس بمصر في تفاصيل. أدينا بنتفسح على الكورنيش أهو يا عم ريفو. أيوة يا فندم. بقالك كام سنة يا عم ريفو بتفسح الناس، بتمشي بالحنطور؟ بقالي 40 سنة شغال الشغل. 40 سنة؟ أنت عندك كام سنة يا عم ريفو؟ عندي 58. أمال حصانك عنده كام سنة؟ لا عنده 5 سنوات. سكر عنده 5 سنين؟ 5 سنين. يعني شاب؟ شاب. الخيل تعيش كام سنة يا عم؟ والله يا فندم الأعمار بيد الله، بس أهم حاجة اللي اعتنى. يعني لو اعتنيت بيه على الآخر يعيش كام سنة؟ ممكن يعيش معاك 20 سنة، 25 سنة، 17 سنة، بس لما بيكون شايف شاور حلو ومعاملة حلوة وأكل وشرب ونظافة. إنما أنا بحب اعتني عشان ده مصدر رزقي. طبعاً. وأنا وعيالي عايشين من خيره. أنت عندك عيال إيه يا عمري؟ معايا ندى الكبيرة. ومعايا شاهندة ومعايا هايدي. 3 بنات. ده انت ابو البنات. الحمد لله. هتروح بيهم الجنه يا رب يا رب. وعندك احفاد يا عمري؟ عندي احفاد. مين؟ عندي احفاد بنتي رماس ودانا. رماس ودانا دول اللي صورهم في الحنطور من ورا. ايوه. هنخش بقى كده على مانسترلي. والشجر القديم ده قصر محمد علي. قصر محمد علي. والكورنيش ده برضو هادي، بس ما اعرفش ده فيه ايه. ده عمري ما مشيت. ده اخره جراند حياه. ده يوصل في طلعك على اول كوبري الجامعه. بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء يا عمري؟ والله يا فندم الصيف يعني حصيرته واسعه ورزقه كتير الحمد لله. حصيرته واسعه ورزقه كتير. رزقه كتير. صح. ناس كتير بتخرج من الحر تتمشى. صح. فبيبقى الرزق فيه اكتر شويه من الشتاء. صح. انما البرد بيخلي الناس تكمل. تبقى عايزه تقعد في البيت. مش موسم للحنطور. لا لا لا. بس ربنا ما بينساش حد والله. يعني حاجه. طب والخيل نفسه يحب الشتاء اكتر ولا يحب الصيف؟ والله هو الحصان يعني بيحب الربيع. ايه اللي خلى الحراطير عددها يقل كده يعني؟ والله يعني في ناس ماتت كتير وفي ناس ما طلعتش. ناس من اللي كانوا بيسوقوا الحنطور اتوفوا. طب والجداد ما يجوش ليه؟ في اجيال طلعت جديده برضه وشباب معاه شهادات راكبه الحنطور. ها. عن اهاليهم يعني. الناس اللي كانوا ولادهم الناس اللي كانوا اهاليهم عندهم حنطور ركبوا الحنطور ورا اولادهم. عم ريفو انا سمعت ان انت يعني طلعت في افلام سيما كتير. ايوه. بس مش بقى بالحصان ده. لا لا مش هو ده. كان معاك مين حصان؟ كان معايا حصان تاني. اسمه ايه؟ اسمه مشمش. مشمش؟ طلعت في افلام ايه يعني؟ انا طلعت مع شاهد الملكه مع الاستاذه ناديه الجندي. لا يا راجل. والله. ومسلسل زمن عماد الدين. في مدينه الانتاج الاعلامي. والكاريتا وكله راحوا مدينه الانتاج الاعلامي. ايوه يا فندم. ايوه. وانت بقى انت ساكن فين اصلا يا عم ريفو؟ يعني بتيجي منين كل يوم؟ انا باجي من بلاقه بالعيله كل يوم. طب مش بعيد من هنا اهو. أتاريك بتحب الحتة بتاعت ماسبيرو والحتة التانية دي. بتيجي من بولاق أبو العلا. وبناتك عندك بنت منهم اتجوزت. ها؟ كبيرة. ساكنة فين دي؟ في بشكيل. أم البنات معاك لسه؟ معايا قاعدة معايا في بولاق أبو العلا. أنت راجل اشتغلت الشغلانة دي يا عم ريفو عشان بتحب الحرية وبتحب تبقى على سجيتك. خلاص؟ لما الدنيا بتبقى زحمة والدنيا بتقف كده ما تحسش إن الشغلانة دي مش عايز تكمل فيها. ده ما بقتش جايبه همها ولا بقت توشه قوي؟ بعد اوقات والله يا فندم، بس بضطر اقول ايه، ما انا ماليش دخل غيرها. مالكش عاده غيرها كده؟ ماليش اكل عيش غيرها. ليه حبيتها اصلا يا عم؟ حبيتها عشان انا بحب الخيل. بحب الخيل؟ من صغري وانا عيل صغير. من وانت صغير بتحب الخيل؟ وانا في المدرسه. خدت بالك ازاي؟ يعني كنت انت من الارياف اصلا ولا انت منين؟ انا مواليد مصر هنا. من بولاق؟ بس الاسطبل جنب المؤاخذه جنبينا. كنت اروح اقف قدام الاسطبل كده اتفرج على الحصان محبه كده لغايه ما غويت الشغله واشتغلت. هو انت يومك يبتدي الساعه كام؟ انا يعني بصحى الصبح
كالعادة الساعة مثلاً 8 الصبح أو 9 على ما بجهز الحصان وشطفه وأشيل الغطا مع العربية وأظبط بطارية الأنوار بتاعة العربية وكله أطلع من بولاق حوالي الساعة 10 11 أتكل على الله أجي أقف في الموقف اللي جنب جنينة الحرية ده أقف بقى ورزق على الله فين لما ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليا يجيب لك حل أعمل بقى لفة اتنين أنا ورزقي أنت ورزقك في كام واحد بيقفوا في الحتة دي يا عم؟ في الحتة دي حوالي 13 عربية ولا 15 كوبري قصر النيل الشهير بيربط بين القاهرة والجيزة. الكوبري بناه الخديوي إسماعيل سنة 1872 وجدده الملك فؤاد سنة 1933 ووثق ده بلوحة عظيمة على واجهة الكوبري جنب مدخل كازينو النيل. بيحرس الكوبري أربع أسود ضخمة من البرونز اتصنعوا في فرنسا. لو بتفكر في خروجة جميلة من بتوع زمان لازم تتمشى على كوبري قصر النيل وتشوف الأنوار الجميلة والأوتيلات الفخمة اللي على الناحية التانية، وهناك هتشوف النيل وأنوار الفلايك وأحلى منظر في مصر. عم ريمو، عربيتك مش زي عربية بقية الحناطير، يعني شكلها كده زي العربيات القديمة. إيه اللي بيخلي العربية تحس إنها أقيم من بقية العربيات؟ اهتمامي ليها. لا بس مكوناتها نفسها تختلف بيه، يعني ده بتاع الفوانيس. زمان ده الفوانيس بتاع الزمان ده نيكل. نيكل نحاس معدن عليه بيبقى على زنك فبيقلب ابيض كده. هو أيوه. ابيض مش أيوه. اصفر ايوه هو اصله ابيض يعني ايوه ده سلستين حضرتك ده الحاجات دي ستينلس ستينلس دي ستينلس دي كاميليات برضو والحاجات دي كلها بتتعمل فين يا عم بتتعمل في المنصوره في المنصوره لا بلد اسمها السنبلاوين السنبلاوين وفي في بني سويف وبني سويف بس المنصوره والبني سويف دول مشهورين بحاجه الحنطور ايوه وكل الحاجات دي زيها كماليات الحنطوره والسناسل دي بقى بنجيبها وتدي منظر لعب بس الحاجات دي نحاس دلوقتي ما بقتش كده وده السرج القديم طب ده الفرش بقى دي الرفارف بتاعت العربية دي بس ده أدوس عليه عادي ده السلم فندم محمل الناس تدوس عليه عادي الناس تطلع عليه عادي ده فرش ملكي بقى فرش ملكي؟ زي العربيات الملكي عشان كابيتونية عشان عامل كده؟ ايوه فندم ايوه بص حضرتك عامل زي الملكي بتاع زمان ايوه اللي هو الزرار ده اللي فيه ايوه كابيتونية نظام زرار انت حاطط المشمع ده عشان ما يتبهدلش بقى مش كل شويه كل ما البلاستيك بيقدم بشيله بغيره يجيب لي السروجي ويروح شايل ويروح حاطط في سروجي مخصوص للحناطير ايوه يا فندم واحد اسمه خالد زين ولوستا بلبل وابن عصام لوستا بلبل وعصام دول من الزقازيق والمنصوره والسنبلاوين والزقازيق كل دول عشان يعملوا الحنطور ده والصندوق ده فيه ايه يا عم ريم؟ ده فيه عدة الصوت يا فندم عدة ايه؟ عدة الصوت يعني ايه؟ يعني الاغاني الاغاني فلاشة. بتحب تسمع ايه بقى؟ والله انا بحب اسمع اغاني القديمة تحب ام كلثوم؟ ام كلثوم فريد فريد عبد الحليم فوزي نحب محمد فوزي قوي محمد فوزي جميل قوي عم ريفو الكلام اللي بتوع الحنطور بيقولوا للخيل زي يس والكلام ده يس يعني يعني نقط يس يعني يقف؟ ليه؟ عشان ما نمشيش هو من زمان احنا طلعنا لقينا الاجيال يس كلمه يعني يس للهورس اقف ها طب وزي الحمار لما بنقول له شي حال الحصان برضه بتقول له ايه شي؟ بس احنا ما بنقولش شي بقى عشان احنا الخل وبنتعامل مع الزباين بتقول له ايه؟ يعني بالسرعه بس كده بالسرعة انا بحركه بالسرعة طيب بشوف ناس بتقعد تضرب الخيل بالكرباج جامد حرام خيل تعبانة انا مش حاسة ان انت معاك اصلا حاجة انا معايا عصاية ايه حطيتها زينة كده في العربية كده. بس انما ما بضربوش بيها تضربوش بيها لا 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 انا عندي واحدة صاحبتي والله العظيم جريت ورا حنطور
ايوه اشترت منه الحصان من كتر ما الراجل كان شرير مع الحصان. أيوة. عاوز كام؟ اشتريته وحطيته في الارض عندها. بس هي بتحب الخيل قوي. ثواب. ايوه هو صعب عليها صاحبتي شريفه حندوسه. اشترت الحصان. ايوه مبطش كده. ابيض وحصان. جميل دلوقتي. اللي هو اسمه فلسطيني. اسمه فلسطين؟ فلسطيني. فلسطيني الحصان المبطش. دي السلاله دي فلسطيني. فلسطين. وتلاقيه احمر على ابيض حتت حتت كده. ايوه في ده. أيوة. طب والخيل البلدي ليها اسامي ايه تاني؟ لا ده اشقر. ده اشقر. في احمر نقول احمر. ها والابيض؟ والابيض نقول ازرق. ازرق. اه. طب واللي هو الاسود خلاص. ادهم. حصان اسود. والمبرقش ده؟ في اكول. 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 حلو. حلو. أيوة. طب ايه القصه بتاعت كرباجورا يا اسطى؟ لما زمان من ايام الانجليز كان العيل الصغير الشعلق على الدنجل ورا. على الدنجل؟ والكرابيك لما لما كان جوز خيل كان الكرباج طويل. ايوه. اما يلاقوا عيل ورا يقول له ايه كرباج ورا يا اسطى؟ عشان يجيب الحصان. عشان لا يهوش العيل عشان العيل يجري. ينزل. بدل ما رجليه تخش بين العجل ممكن يتكسر. تتأذي. فاللي ورا ده اسمه الدنجل؟ الدنجل اللي هو ماسك العجلتين اللي ورا. العجلتين. اللي في حاجة تانية بيقعد. ليها أسامي عايز تقول لي عليها في الحنطور؟ يا فندم عادي الحنطور عجل. ولا زي زي العربيات؟ زي العربيات. يعني ده اسمه طنبور زي عندنا ولا عندكم؟ لا ده اسمه جولة. اسمه جولة؟ وده طاسة اللي في النص. الطاسة والجولة. وده اسمه إيه؟ ده السلستين العتب. العتب. يعني انت لو تغير عتب مش تعزل يعني تغير الحته دي. لا ما عزلش. لا بس تعالى نروح بقى ايه نحو سكر باشا. قلت لي ان انت اللي بتحميه يا عم ريف. بتحبه يعني؟ طبعا. بتحبه ليه؟ بحبه عشان ده مصدر رزقي. بس كده؟ وباب اكل عيشي وبعدين معاشرني زيه زي عيالي بالظبط. يعني ده اللي فاتح بيتي انا باكل من وراه من ورا خيره. بس افرض يوم مثلا ربنا ما جبرش بخاطرك وما جبتش فلوس ده ذنبه ايه ياكل منين؟ اجيب له اكله وكل حاجه ويجي تاني يوم ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليا بروح احاسب العلاف اقول له خد انا عليا مثلا امبارح عليا يومين كام؟ 300 والنهارده مثلا يبقى كده 450 اتفضل حقك اهو. يعني اليوم اللي معكش فيه فلوس تجيب للخيل ممكن ما تجيبش لروحك؟ لا اجيب من العلاف شكك وتاني شكك. يوم تاني يوم ولا تالت يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعوض عليا. وبروح رايح اقول له الورقه فيها كام؟ واللي مثلا علقتين ثلاثه اقول له اتفضل حقك كده. وتردها له. بيستحملني ليه؟ انا معاملتي حلوه معاه. تعالى احكي لي على الخيل اللي كانوا عندك قبل كده. كان كتير. عندك مشمش. كان عندك مين تاني؟ كان عندي ليل حصان. ها حصان اسمه ليل وحصان اسمه كوارشي وبلبل. وبلبل. ده النجم السينمائي بلبل ده اللي طلع في السيم. أيوة. لا مشمش اللي طلع في السيم. مشمش اللي طلع بشهاد الملكه وفي زمن عماد الدين. طب تعال انت قلت لي بناتك ندى. أيوة. والصغيره هايدي الوسطانيه اسمها ايه؟ شهنده. ندى وشهنده وهايدي. أيوة. بتشوفهم بقى يوم الاجازه؟ ايوه يا فندم هم قاعدين معايا وندى متجوزه وقاعده في بيتها بس بتيجي تقعد معايا. بتاعك بشتيل. وبتيجي بقى. متجوزه واحد بيشتغل ايه؟ معايا معاه شهاده وكل حاجه وراكب حنطور. برضه من الحنطور. حابب الحنطور. حبه. هو ده بيخش هنا ولا ايه؟ هو شغله الحنطور دي ادمان. ادمان؟ اشمعنى يعني؟ الناس بتحبها. بتحب الخيل بترتبط بالخيل بترتبط بالطبيعه. نفسك كدا. نفسك في ايه يعني لما تفكر كده انت وعيالك وقاعدين كده؟ نفسك في ايه؟ والله يا فندم نفسي ان انا اجيب لهم كل حاجه حلوه ليهم وما احوش عنهم حاجه وربنا بيكرمني لاجل عشان رزقهم هم مش اكتر. نفسك يتلموا حواليك كده يبقوا مبسوطين. بس هايدي صغيره عندها كام سنه؟ حلوه يعني ما شاء الله هي دلوقتي في سنه سادسه. سادسه صغيره قوي. جبتها 11 سنه. ايوه 11 سنه. ايوه. يعني انت لسه قدامك المشوار طويل. الله يعيننا عليهم. اتجوزت واحده وفضل اثنين. لا لا ال 11 دي لسه باديه. شد حيلك امال يا عم ريف وامسك نفسك. امسك نفسك قدامنا المشوار. شد على الله يا فندم. شد على الله. الحمد لله. انا يعني مهما اشرح لك بتشكر لك ازاي على وقتك النهارده. الله يخليك يا فندم.
انت وسكر الجميل ربنا يخليك فسحتنا ووديتنا الجيزه ووديتنا الزمالك وجاردن سيتي والمعادي وفرجتنا كل حاجه حلوه. الله يخليك يا فندم. ربنا يحلي ايامك يا عم. الله يعزك يا فندم. احنا معانا يا عم ريبو فنانه زميلتنا اسمها ساره دايما بترسم بورتريه كده صوره لبطل الحلقه. ما نشوف بقى طلعتك عامل ازاي النهارده. أيوة. عاليه يا ساره. الله يا ساره. جميل يا ساره. اهو سلم ملاحظ. ايدك يا ساره. ميرسي يا عم ريبو. ماشي يا فندم. في مصر الناس بسيطة بشكل بيخليك تحس الكل يشبه لك ومنك فيك. في وقت الأزمة تلقى الكل بيحوطك وتلقى الكل يتسابق عشان يرضيك. في مصر الناس تقولك اتفضل ما تشرب شاي وترمي سلام على كل اللي رايح وكل اللي جاي. ونس وكأن مصر دي بيت كبير واسع وكل الناس صحاب وجيران. ما تسألنيش عرفت ازاي؟